بس معلش عشان المسافة من هنا عند حضراتكم أو للقاهرة للقناة هناك عشان الحلقة. المهم النهاردة أنا معايا محمد نجم، وأنا بقول إن دي خبرة اقتصادية واحدة. عايز بس أقول إن ليس كل ما ما ما, ما يتم نشره أو كتاباته على التواصل الاجتماعي ليس كله سيئة وليس كله سلبية. محمد نجم على الصفحة بتاعته كان بيكتب أفكاره، وهو عنده تحليلات بعد ما خلص كلية التجارة، وبعدين بحد ما استناش بقى اللي استنى يتوظف في الحكومة اشتغل في عمل خاص، وفي نفس الوقت بيحضر لأخد دبلومة بيعمل ماجستير، إنما هو عنده رؤية حاجات كثيرة جدا لفتت النظر. محمد نجم موجود معانا أو جه في المؤتمر كواحد من المتحدثين في 4 جلسات من الفيسبوك من لما شافوه، يعني لما اتشافت ده فتم توجيه دعوه ليه. اذا النهارده طب انا ودي دعوه انا بقولها بقى لكل حد، بدل ما عملت هاري نفسك وعملت تكتب شتيمه او شاغل نفسك انك تلاقي حاجه عمال تعلق عليها موضوع لا ينتهي الى شيء، طب ما انت اخر 100% عندك ميزه، انت وهو وهي عندك، كل واحد عنده ميزه ممكن يقولها وممكن يبقى موجود، وممكن يبقى موجود في المؤتمر ده ويبقى موجود في 4 جلسات زي دول. ممكن محمد نجم يقول النهارده انا المؤتمر ده حاجه يعني حاجه جامده جدا، انا كنت قاعد النهارده على المنصه اصغر واحد موجود على المنصه وبتكلم، ادي المكان المؤتمر الذي اعطى للشباب فرصه نادره واعطاه له، وده ما حدش لا يعرف حد ولا حد يعرفه في اسكندريه، انما من خلال الايجابيه بتاعته من خلال اللي كتبه هو موجود معانا، كان موجود معانا. مساء الخير يا محمد. مساء النور يا فندم. احنا امبارح انا بعتذر عن اللي حصل في نص الحلقه ده، انما انا عايز اقول النهارده بس امبارح بنلخص اللي حصل امبارح، اتكلمت امبارح في مجموعه حاجات مهمه حقيقه الامر، لما تكلمت عن ايجاب المعنويات الاقتصاد، وعايز حضرتك بس، ولما تكلمت عن الحرب النفسيه اللي موجوده، ولم وضربت امثله كثيره، وانت النهارده عايز تتكلم عن الايجابيات، والنهارده كان في انت جلسه كنت فيها ان شاء الله في جلسه فيها عايزك تكلمني عن دولك، وانا ما اعرفش اللي ممكن يحصل في الارسال، فانا عايز ايه عايزك تكلمني زين الحدث مع اول ربنا يخليك. كده لخص اللي حصل امبارح. احنا امبارح كنا بنتكلم عن اهميه خطوره الحرب النفسيه واثرها الكبير على الاقتصاد وعلى الانتاج. يعني انت كشاب بتؤمن ان في حرب نفسيه؟ طبعا طبعا، انا دارس علاقات دوليه برضو قبل الاقتصاد، واساتذتي علموني ان التآمر والتخطيط ما بين الدول والحرب بين الدول، حرب خفيه وحرب غير معلنه او حرب معلنه، ده طبيعي ودي سنه الكون. واحنا مش ده اللي بنتكلم فيه، يعني ده انا مسلم بالحقيقه دي. بس لو هننتقل للي حصل النهارده، اللي بيحصل النهارده في المؤتمر ده برضو حرب نفسيه، بس من جهتنا احنا حرب نفسيه على كل خصومنا، خصوم الدولة كلها، مش الحكومة، الدولة كلها، مجتمع الشعب والحكومة والناس، الأرض دي والمكان ده. النهاردة بالمؤتمر ده احنا بننتقل من الدفاع للهجوم. المنظر يعني حاجة ازاي؟ يعني احكي لي حاسسك كده، شفت الموضوع؟ عمري ما كنت اتخيل ان الوضع يبقى كده، عمري ما كنت اتخيل ان انا ابقى قاعد على المنصة وقدامي محافظ البنك المركزي بيسمعني، وبعد كده بنتناقش مع بعض، بعد كده رحنا بدلنا الاماكن في اول جلسه اللي هي امبارح، رحنا بدلنا الاماكن وهو جاء قعد مكاني في الجلسه واتكلم. كان على يميني وزير الماليه، على شمالي ورئيس اللجنه الاقتصاديه في البرلمان دكتور علي مصلحي، تحت كانت وزيره الاستثمار، وكان دكتور كمال الجنزوري، المهندس ابراهيم محلب. المنظر اصلا يعني عمرك كنت تتخيل ان يبقى في جديه كده في ان هم يسمعونا، جديه في ان هم يدعموا فعلا الشباب ويقدروه ويحترموه، ان احنا ممكن فعلا رغم صغر سننا ممكن نقدم حاجه جيده، حاجه ممكن تاثر على حياه الناس وعلى سير العمل في الدوله بشكل ايجابي. ده كانت لحظه بالنسبه لي غير مسبوقه في مصر كلها، حتى انا عمري ما شفت المنظر ده. النهارده الاستاذ مكرم محمد احمد قال كلمة كانت عظيمة جدا، انه المنظر ده مش موجود في اي دولة في المنطقة، مفيش حد قال ان مفيش حد المنظر ده، ان انت تبقى قاعد على المنصة بتنتقد وبتتكلم ند لند مع كل كبار رجال الدولة ورئيس الجمهورية، عمر ده المنظر ده لا شفناه في مصر قبل كده ولا شفناه في المنطقة نفسها قبل كده. المنظر ده منظر يعني تاريخي وغير مسبوق. فالنهارده كان محور الحديث عن الاقتصاد المصري رؤيه شبابيه. انا فعلا كنت اصغر واحد على المنصه، بس ده مش معناه برضو ان احنا بنهمل او بنقلل من اهميه الخبرات الكبيره،
يعني انا النهارده قبل الجلسه بثواني وقفت مع دكتور علي مصلحي وكان بيقول لي انه الشباب مهم بس الخبرات برضو مهمه. قلت له طبعا حضرتك عندك حق، احنا لسه برضو خبراتنا مهما كانت فهي ضعيفه جدا وما نقدرش نتحمل المسؤوليه لوحدنا، لازم حد يكون موجود، لازم حد اقدم او دي سنه تكون حضرتك انت موجود وهتاخد الخبره وهتمشي وهتبقى كبير في وقت من الاوقات وهتحتاج تحتضن شاب اخر وتعطي له خبرتك وكده. دي سنة هي تكون. هو بس اللخبطه في العقول اللي عامله دي ده مش الموضوع. يعني انا عايزك نرجع بس تاني لامبارح، انت لخصت وقلت امبارح معنويات الاقتصاد بالظبط الحرب النفسيه وضربت مثال كان بتاع تركيا انت امبارح بالظبط. يعني يا ريت النهارده تفكر تاني بمثال تركيا لان ده موضوع مهم جدا، لان ده اتاخد في الصحافه بتاعتنا واتعمل عليه موال هو كله كذب في كده. طبعا على موضوع تركيا حضرتك تقصده. موضوع تركيا هو اللي حصل ان هو الرئيس التركي لما كان رئيس وزراء كان في جلسه البرلمان في 2013 البرلمان التركي، فقال الاتي ان احنا سددنا كل ديون صندوق النقد الدولي. القرض اللي احنا خدناه كتركيا من صندوق النقد في سنه 2000 والشريحه الثانيه في 2004 2003 اسف، القرض ده احنا سددناه. راحوا هم بقى اللي هو نقدر نقول عليهم اللجان الالكترونيه بتاعتهم، اللجان الاعلاميه والناطقة بالعربية، يعني الناس بتوعهم هنا في مصر وفي تونس في لبنان في أي دولة، حوروا الموضوع بدعم منهم طبعا أكيد، يعني إنه سددت كل ديونها، مع إن الديون اللي سددت حوالي 14 مليار دولار، لكن الديون الإجمالية 440 مليار دولار، الديون الداخلية 250 مليار دولار. ده الإجمالي ديون تركيا توازي إنتاجها المحلي. يعني أرقام مهولة. وهكذا تصنع الإشاعة. ان انت ازاي بقى تصنع الاشاعه؟ هو شال كلمه سددنا فلوس النقد الدولي وحط بدلها سددنا كل ديوننا، وفي نفس الوقت بقى بعد ما يهندل الاشاعه صح بذكاء يمررها بقى للاماكن اللي هو عايز يخترقها نفسيا ويدمرها. احنا طبعا من اهم يعني اهم كدوله كاخوانا هو سددنا ديوننا في 3 سنين اللي انتوا شلتونا ومشيتونا كان ده رساله بالظبط كده. انه شوفوا انتوا شلتوا مين، او يعني اراء بيتم بس بقى افكار سياسيه للطعن في انه الاختيار اللي هو عايز يشككك في نفسك، يشككك في ثقتك في الدوله. وانا لما بقول هنا الدوله ما اقصدش الحكومه، انا اقصد الدوله كلنا، مصر كلها على بعض، انا ما اقصدش الحكومه، الدوله كلها، الدوله اللي هي كل المؤسسات كلنا على بعض. هو عايز يشككك في نفسك وفي قدرتك ان انت تقدر تعمل حاجه. الحقيقه ان احنا نقدر نعمل 20 هرم تانيين، بس الفكره في المعنويات. هي المعنويات السلاح الرئيسي مهما بلغت امكانياتنا وقدراتنا الماديه والبشريه، حتى لو بقى عند يعني دوله غنيه مهما حصل بدون المعنويات مش هنعمل اي حاجه. ومن هنا انت بتتكلم على معنويات الاقتصاد برضه تشرحها بالظبط. في مثال غير تركيا، في مثال مثلا بيل كلينتون في الولايه الاولى في بدايه التسعينات، الولايه الاولى ليه اجتمع مع علماء اقتصاد اكبر 20 عالم اقتصاد في امريكا. القصه دي اللي بيحكيها بول كروجمان ده حائز على جائزه نوبل في الاقتصاد، وهو كان حاضر الاجتماع ده. الاجتماع كان فيه 20 شخصيه اقتصاديه كبيره ايقونات الاقتصاد في امريكا. قال لهم استاذنا في فصل صغير. اتفضل تحت امرك. اجتماع في بدايه ولايته للخبراء دول كلهم، للخبراء اكبر 20 ايقونه اقتصاديه في امريكا منهم حائزين على النوبل. موضوع الاجتماع كان بسيط جدا، هو سؤال بيطرحه، هل اقدر، كان امريكا في الوقت ده بتعاني من خفض كبير، عجز كبير في الموازنه. السؤال كالاتي، هل علميا وعمليا اقدر ان انا اخفض عجز الموازنه بنسبه ما وفي نفس الوقت اطور التعليم والصحه؟ بمعنى ازاي عايز اقلل المصاريف بتاعتي وازود الايرادات. الموازنه دلوقتي مصاريف وايرادات عشان الناس تبقى فاهمه. عجز يعني مصاريفي اكتر، فائض يبقى ايراداتي اكتر. دلوقتي هم كان عندهم عجز وحصول على الكهرباء بالنسبه للمستثمر، يعني بالنسبه للمستثمر. خد بال حضرتك ان المؤشر ده مش بس راي البنك الدولي، ده بيحصل استطلاع راي المستثمرين دوليين ومحليين. انت رايك ايه؟ انت في تحسن عندك في مثلا الطاقه؟ تقدمنا 56 مركز دفعه واحده، قفزنا قفزه واحده 56 مركز. اكبر دوله في العالم تطورت في المؤشر ده الحصول على الطاقه 56 مركز. مثلا في مؤشر، يعني احنا نمره واحد تقريبا في السنه دي، يعني لما بنحسبها نمره واحد بصرف النظر ان تصنيفي فين. انما القفزه دي بتحطني في السنه دي نمره واحد بالظبط كده، اللي هو من اعلى 10 دول في المعيار ده الحصول على الكهرباء.
ان مثلا عندنا 34 مركز في تاسيس الشركات، اللي هو انا باخد اجراءات قد ايه، حجم الاجراءات المطلوبه مني ومده الاجراءات دي. 34 مركز في سهوله تاسيس الشركه نفسها. ده بسبب تعديلات معينه في قانون الاستثمار، ده لسه قانون الاستثمار هيطلع، بس حصل تعديلات سريعه من وزاره الاستثمار سهلت شويه. ده لسه كل ده لسه ما طلعناش للشباك الواحد ولا قانون الاستثمار. نعم. كل ده لسه. فما بقى لحضرتك لو عملنا كده، مثلا عندنا 49 مركز تحسن في استخراج تراخيص البناء، عندنا مركزين في تسجيل الملكيه، 8 مراكز في حمايه حقوق صغار المساهمين، تراجعنا في 3 مؤشرات تانيين، لكن البنك الدولي اكد على ان 3 مؤشرات دول اللي هم داخل التقرير، التلات مؤشرات دول سهل جدا ان احنا نعوضهم ونعالج الاخطاء. في منهم مثلا مؤشر احنا تراجعنا فيه، بس تراجعنا فيه لان حصل البنك نفسه غير منهجيه البحث او منهجيه الاستطلاع، فتراجعنا فيه. زي مؤشر الضرايب، وبسبب ان احنا دخلنا القيمه المضافه ضريبه جديده بدل ضريبه المبيعات، فده تغيير خلى ان احنا نتراجع لان لسه ما حصلش تكيف على اليات القيمه المضافه. في حاجه مهمه جدا من ضمن برضو المشاكل برضو اللي هو ايه، من ضمن التحسنات البنك الدولي قال في تحسنات في بعض المؤشرات حصلت مش لان مصر عملت فيها حاجات ايجابيه، زي مثلا اللي هو تسجيل الملكيه، قالوا مش لان مصر عملت حاجه كويسه، لا مصر ما عملتش حاجه، بس اللي حصل ان مصر رجعت معانا البيانات اللي عندنا، البيانات اللي عندنا طلع فيها اخطاء، فاحنا عملنا لما صلحنا الاخطاء دي صلحنا الاخطاء اكتشفنا ان تركيبها المفروض يبقى احسن من كده. فمثلا في تسجيل الملكيه تقدمنا مركزين، وهكذا في كذا مؤشر كده تحسننا لان احنا كان طريقه جمع البيانات. مؤشر البنك الدولي ده في الاول وفي الاخر حاجه ايجابيه مهمه جدا نعرفها يعني. جدا، لان حته مهمه بقى طيب. تسويق الحكايه دي النهارده واحنا قاعدين قدام الحضور اللي انا قلت لحضرتك عليه، الوزراء والمجموعه الوزاريه والوزاره الاقتصاديه، قلت لهم يعني طب احنا وزاره الاستثمار قاعده معانا، هو ازاي ما فيش ولا قناعه غطت الحدث ده؟ لا قبل ولا بعد ولا حد غطى، وهو دقيقتين بس كده وخبر سريع شكرا كده وخلاص، اللي هو خبر تحت كده. في حين ان احنا لما كنا بنتراجع كانوا ثلاث ساعات يقعدوا يتكلموا. وزاره الاستثمار دي كان في ناس تسيء ليها وكانت بتهاجمها وتنتقدها هجوم حاد وهجوم غير علمي وغير محايد وغير موضوعي. التقرير ده بيثبت ان الناس دول في وزاره الاستثمار في ناس بتتعب، في عندنا مشاكل واخطاء، عارفين ده تراكمات، في اخطاء وفي حاجات مشاكل كثيره، بس في ناس بتتعب. ليه ما بنقولش للناس دي شكرا؟ ليه ما بنقولش للناس دي كملوا ممتاز كملوا من خلال هذا المؤشر يعني؟ هذا المؤشر طبعا ده تقرير سلطه مجلس الاعمال، ده خطير جدا جدا، ده اي حد بيبص عليه قبل ما يدخل البلد، اي حد ده لو حتى معاه 1000 دولار والله ما يحولها. 131 ده فضيحه لمصر، ان احنا مصر لا تستحق كده. 122 مش برده مش مكانتنا الحقيقيه، لكن ان احنا وقفنا نزيف التراجع وبدانا نتحسن ده انجاز. ليه ما نسلطش ضوء على كده؟ ليه برده في مؤشر مكافحه الفساد، ليه لما نزلنا من 118 ل 88 في خلال السنتين الاخيرتين لاول مره برده في مؤشر مكافحه الفساد من اهم المؤشرات اللي الناس بتبص عليه برضه مفيش تصريح اعلامي؟ لا وما تعرف لما نومي اشوف الاعلام قال لك 88، قال لا 496 يعني اختلف على رقم يعني اربع ارقام، اربع ارقام. ونسينا ان احنا تقدمنا 30 مركز، 30 مركز سابوا ديت واتكلموا في ده، هي دي القضيه. هو ده جزء من الحرب النفسيه بقى، هو مش كده بالظبط، هي دي بقى. يعني ما حدش يقول لي اصل ده ايه فرط حماسه او حد يعني حد تدن لما تيجي تتكلم يقول لك لا اصل حريه الاعلام. طب ده انا اقول لحضرتك مثال، الصين في مؤشر اسمه GDP بير بي بي بي، اللي هو الترجمه بتاعته الناتج المحلي الاجمالي مقوما بالقدره الشرائيه للعمله المحليه. في المؤشر ده اول بس ما الصين تفوقت على امريكا بارقام بسيطه، بمبالغ بسيطه، بس تفوقت على امريكا، بدل المركز الثاني بقت المركز الاول على كميه الاحتفالات كانهم خدوا كاس العالم يوم في كل الجرايد وكل القنوات، عشان الشعب يشعر بفخر ويجتهد اكتر. ما ده بيقول الشعب تفوقنا على امريكا اللي هو انت تقدر، انت تقدر تعمل. احنا مع انه مؤشر يعني الاقتصاديين عارفين ان هو مؤشر غير يعني مش هو المؤشر اللي انت تقيس بيه قوه الاقتصاد، مفيش في فارق كبير بين الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الصيني. الصين لسه مش المركز الاول ولسه قدامها وقت على ما تبقى المركز الاول. لكن يعني مثلا على كل اللي الصين عملته دوت، طبعا تجربه عظيمه طبعا، بس على كل اللي هي بتعمله دوت، الا انها لما بنيجي نوزع الناتج المحلي الاجمالي العظيم اللي هم عملوا فيه طفره، بس لما نيجي نوزعه على عدد الناس عدد السكان، بنلاقي ان الصين رغم ان هي الثاني على العالم في الناتج المحلي، الا انها ال 93
في حدود التسعينات من حاجه و90 في توزيع بقى دو على عدد السكان. فعشان كده ما زالت دوله ناميه ودوله تعتبر عالم ثالث او ايمرجنج ماركتس، سوق ناشئ. احنا عندنا 10 دقايق وما قلناش الا حاجه واحده بتاعت المؤشر، وحاجه مهمه. إيه؟ مثلا عندنا العاصمه الاداريه. في النهارده احد المتحدثين في النقطه في الجلسه قال نقطه مهمه جدا، وعشان كده بقول لحضرتك احنا مشكلتنا فكريه وذهنيه اكتر منها رقميه وحسابيه. مشاكلنا اغلبها هنا، هي حرب بتتعمل على هنا. انه عاصمه طلبت ناس عمال بيوميه 200 جنيه، طلبت منهم حداده وحاجات كتير، حضرتك عارف الاعمال الانشائيه محدش راح. عرضوا على السوريين ب 90 جنيه كلهم راحوا، واتملت الفراغات وفرص العمل دي راحت، وافقوا على 90 جنيه. واحده ثانيه في برضو صديقه برضو على الفيسبوك، انا ما اعرفهاش شخصيا لكن شفت البوست بتاعها، بتتكلم على ان هي في ناس طلبوا منها يشتغلوا واحنا مش قادرين، احنا محتاجين وعندنا اسره عندنا اطفال وترفدنا من شغلنا. حالات معينه، ثلاث حالات، اول ما جابت لهم شغل قال لها طب الشغل ايه؟ قالت لهم هتشتغلوا في مصنع شغلانه معينه. قالوا لها لا مش هنروح. المرتب كان 1400 جنيه في اول سنه وكان في بدلات، رفضوا. ده انت لسه كنت بتقول ان انت هتموت من الجوع وكنت بتتحصل، انت بتتغر على ايه او بتتكبر على ايه؟ ده مش بس كعامل او كعامل حداد او كعامل في مصنع، لا ده انت عندك المؤهلات العليا، متوقع خريج تجاره مثلا بما ان هي اكتر كليه هي والحقوق بتخرج ناس، بس همسك التجاره عشان دي كليتي. احنا مثلا في اسكندريه عندنا حوالي 5000 ولا واكتر، كتير الافات مؤلفه، متوقعين ان هم هيطلعوا يشتغلوا ايه؟ متوقع تشتغل مدير عام مثلا ولا هتعمل ايه؟ مستني ايه يعني؟ نظريه ايه يعني؟ بالظبط كده. فحاجه يعني هي هنا، هي كل المشكله هنا. طب انتوا ما بتتفرجوش على 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 افلام امريكيه وتتفرجوش على مسلسلات امريكيه بره بيفكروا ازاي؟ ما بتشوفش ان اصلا طبيعي ان في السن بتاعنا ده انت تروح تشتغل عادي ستيوارت في مطعم، عادي انت تشتغل طباخ عشان تصرف على ما عادش هاخد نص دقيقه منك. احنا في هنا كنا بنشرب حاجه في كافيه هنا، فلفت نظري ان صاحبه وهو قبطان ومراته المانيه اعتقد وحالته، فهو صاحب البتاع ده، فهو كان فاتح بدري شويه عشان البتاع ده، هو بنفسه عامل الفوطه وهو صاحب المكان، ما قالش بقى انا رئيس مجلس اداره وبيعمل ده وبيقدم ده وبيعمل ده، شيء تحترمه. شوف الثقافه بتاعتنا. صح صح صح. واعتقد يمكن الراجل ده اكيد مش متربي كل حياته هنا، او يمكن زوجته اثرت عليه، مستحيل ده يكون فكر مصري. لا لا ما انا بقول لك ثقافتنا. يعني احنا عندنا مشكلات فكريه وثقافيه رهيبه. عند مثلا حته العاصمه الاداريه، العاصمه الاداريه، احنا امبارح كنا بنتكلم على الفرق بين الاستثمارات العامه والخزانه العامه. دي وضحناها الحته دي، ان الاستثمارات الصينيه في العاصمه الاداريه. احنا ليه بنعمل طرق مثلا؟ من ضمن الحاجات اللي ليه عملنا قناه السويس الجديده؟ رغم ان احنا كان ممكن، ده الناس بتقول كده، ما انت كان ممكن تستنى، ليه صرفت وضغطت في سنه واحده؟ انا بقى مش هرد واقول ودافع عن غير علم ودافع وخلاص. ده اسمه انت بتدافع وخلاص، ده كده اسمه بتطبل، بتعمل اي حاجه بتطبل بتنافق. لا انا بتكلم بقى في حاجه ثانيه، في مؤشر اسمه ال بي اي، اللوجيستكس بيرفورمانس اندكس، مؤشر اللوجستيات. ده رصد ترتيب مصر في بعد افتتاح قناه السويس في 2016، انه ازاي افتتاح القناه دي رفع فرصة من قيمه ومكانه مصر في اللوجستيات عالميا، وانه افتتاح القناه كان ضروري جدا لان المنافسه شديده جدا في المجال ده. يعني ومن غير ما نقول حتى المنافسين او الدول كبيره بتنافسنا سواء طرق بريه او ملاحيه، المنافسه كبيره، وان مصر ان هي ضغطت نفسها وفي سنه خلصت، ده كان ضروري جدا عشان تكون انت جاهز لحد ما المنافسين بتوعك، لان كله بيجري هو سبق، يا تلحق يا اما هتتفرم، هي دي الفكره، يا تلحق يا هتتفرم. فدي برضه من ضمن الاسئله، هو احنا ليه بنعمل مشروعات قوميه؟ وكان المشروعات القوميه دي مش مثلا مش بتوفر فرص عمل، بغض النظر عن اهميتها للاستثمار، مفيش مستثمر هيجي على طريق مصر اسكندريه قبل ما يتطور، ده ما كانش طريق، ده كان مدق، او ده مدق والله في الجبل، ده ما كانش طريق قبل ما يتطور، لكن بعد ما يتطور ده طريق حقيقي، ده طريق بقى يجي من البر الغربي والبر الشرقي زي الصعيد وطريق العالمين والنوابع الجديد ولا لا لا مواضيع 5000 كيلو طرق بالظبط كده. احنا مشكلتنا فكريه، افهم يعني قبل ما تنتقد الناس اللي بتشتم، الناس اللي بتهاجم وتتطرق. طب انا عايز اسالك انت كواحد قارئ او مستمع وسمعت حد، يعني انا المفترض من كلامك انت قبل ما تعرف افهم
صح. لان ما ينفعش اقول راي وانا مش عارف يعني، مش عارف. طالما مش عارف مش هقول رايي في هذا الموضوع، لا لازم يكون عندي عندما اتكلم بيانات وادله وكلام ده كله. صح. ما انت هتصدق الكلام اللي مكتوب او اللي بيقوله، او عدد كبير مش هياخد باله من هذا الكلام. انت شايف ده ايه؟ ده اللي قالته كاثرين فاينر رئيس تحرير الجارديان في مقال ليها بعد خروج بريطانيا من اوروبا. قالت ان احنا في ديمقراطيه ما بعد الحقيقه. انا قلت ده في الجلسه بتاعت امبارح، انه يعني ايه ديمقراطيه ما بعد الحقيقه؟ انه رغم سهوله الوصول للمعلومه، ان احنا في عصر جوجل بمعنى اصح ومحركات البحث، وسهل جدا باصابعك توصل للحقيقه، الا ان دايما خصمك بيستهدف كسلك وضعفك، وان انت مش عايز تدور على المعلومه وجهلك، رغم ان احنا دلوقتي في اسهل عصر تقدر توصل للمعلومه. هي قالت كده بالحرف، انه ازاي اقنعوا بريطانيا البريطانيين ان هم يطلعوا من اوروبا، رغم ان هي مضره جدا اقتصاديا، الا انهم لعبوا على الحته دي. هي اللي بتقول كده، ان هم لعبوا على جهلنا وعلى كسلنا، وان احنا متحيزين لارائنا وهوانا ومزاجنا السياسي، ان هو لا انا الراجل ده بكرهه مثلا، الحكومه دي انا مش طايقها، خلاص بمشي في السكه دي. فخلاص اي حد لو طلع قال اي كلام انا هصدقه وهشيره وهبعته، طالما انا متحيز، انا حاطط رايي السياسي قدام اي منهج علمي. عشان كده انا دايما في كتاباتي باخد بالي ان انا لازم مصادر موثقه ومحترمه ودوليه معترف بيها. دي اهم حاجه، ان احنا لازم نرفق كل كلامنا بالعلم والمصادر المحترمه الكبيره، ما نقولش كلام وخلاص. هي دي اهم حاجه، ان احنا نقدس المنهج العلمي. لازم نرجع للقيمه دي، من غير تقديس المنهج والتفكير العلمي مش هيحصل اي انجاز. طيب، عشان احنا وقتنا خلص. النهارده الرئيس السيسي كان قايل امبارح ان نوفمبر كل سنه هنعمل مؤتمر. النهارده قال لا، ده انا كل شهر. كل شهر. طبعا انا شايف ان دي خطوه مهمه على التوصيات والحاجات دي كلها. محمد، يعني احنا كده عامل حسابك، اذا ربنا ادانا العمر الشهر ده كده، عايزين في اخر الشهر ده نيجي نشوف التوصيات اللي قالت والحاجات اللي انت طرحتها. أيوة. والرؤيات اللي اتعملت، ايه اللي عملنا فيها في شهر، لان ده هيبقى اول مقياس على نجاح هذا المؤتمر. بالزبط. انا شخصيا شايف ان ما شاء الله ما شاء الله اللي شايفه انا. انا شفت تجربه المحاكاه للشباب النهارده عاملها هائله، اللي هم بقى محاكاه الحكومه. واجتهاد طبيعي، انه ما انا بعمل تجربه، طب ما طبيعي انه يغلط، وطبيعي انه نعلمه، وطبيعي انه نقول له لا ده مش كده، وانا عايزه يطلع كده صار سليم كده من اول مره. بالظبط زي حضرتك. انا كنت لسه بقول ان انا كنت في استدعاء، هو ده مشروع الحرب. انت مطلوب منك تدرب على حرب، طبيعي ان انت ما تبقى انت، عشان كده اسمها تجربه. بالظبط، دي مهمه جدا. وان شاء انا واثق ان الموضوع ده مش كلام. المره دي انا شايف، والله شايف جديه مش طبيعيه. الرئيس بنفسه بيحضر على جلسات كبيره جدا. امبارح يا راجل ده بالليل قاعد 9 بالليل، وكان محضر الناس 9 3 الفجر ولا 4 الفجر في الضحيه. حاجه غير مسبوقه. عملت ايه في الضحيه انت كده؟ انت مشكلك ما راحش. لا لا. محمد، احنا هنلتقي تاني اذا كان لنا عمر ان شاء الله. انا بقول انا طبعا يعني فخور جدا ان التفكير ده، فخور ان ده نفسي انك قدرت انك انت تجتهد، ما نزلش المعلومات اللي دلقت عليك. أيوه. اكيد قريت وعملت. فخور انك انت ما ضيعتش وقتك، انك انت تهرتل على الفيسبوك ده وعملت حاجه، ومن الحاجه دي فوجئت انك انت هنا دون حد يعرفك وانت تعرف حد. استدعوك في اسكندريه عشان تبقى مشارك، ومشارك في 4 ندوات مولود ومتحدث فيهم، شيء يفرح وشيء يطمن وشيء جميل جدا. بشكرك. ربنا يكرمك يا رب. ده افتكروا حضراتكم وافتكروا الكلام ده كله. انا برايي انا خبره اقتصاديه واعده ان شاء الله. شبابنا بخير، ما تقلقوش، تصبحوا على خير.